السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، نكمل المحاضرة 10 بموضوع الفريش كونكريت. خلال هذه المحاضرة راح نناقش بقية المواضيع الخاصة بالworkability of fresh concrete. mainly we will be studying the measurement of workability. شو راح نقيس قابلية التشغيل مال الكونكريت، فشنو الاختبارات اللي نقدر نسويها حتى من خلالها نقدر نقيس الworkability of concrete، اللي هي slump test, VB test, compaction factor and bulk penetration test. بعدها نناقش الفاكتورز افكتنج ووركابيلتي، شنو العوامل اللي تاثر على قابليه تشغيل الكونكريت، الى طبعا المرحله اللي هي الفريش ستيت اللي هي المرحله اللذينه. ايضا راح نتطرق الى موضوع السيجريجيشن اند بليدنج، موضوع الانعزال مكونات الخلطه الخرسانيه، والبليدنج اللي هو النزيف اللي يصير ب الماء التصميمي والنضوح ماء التصعود الى الاعلى، وايضا موضوع السلامب لوس. فيما يتعلق بالموضوع الخاص بقياس قابليه التشغيل، فمثل ما ناقشنا بالمحاضره اللي فاتت اكو مجموعه من الطرق نقدر من خلالها معرفه قابليه التشغيل للخرسانه اللذينه. فيما يتعلق بالمحاضره 10 راح ندرس 4 طرق. اوكي، mainly the most widely used test which mainly measures the consistency of concrete is called slump test. طريقة السلامب تيست، أو إحنا خلينا نقول طريقة قياس خطوط الكونكريت، هي واحدة من الطرق الشائعة اللي دائما تستخدم بالمواقع. فبعد أن يكمل خلط الخرسانة يتم فحص الهطول. طبعا إحنا قلنا الخرسانة تصمم قبل الخلط، فإحنا إن شاء الله بالكورس الثاني راح نتعلم كيفية تصميم الخلطة الخرسانية لتحقيق مواصفات معينة من حيث مقدار الهطول المطلوب. فهذا المقدار التصميمي مع الهطول اللي راح يتم تصميمه للتكيف مع طبيعة الهيكل الإنشاء المطلوب صبه، فهذا المقدار شلون نتأكد أنه تم تحققه؟ فمجرد أنه نخلط الخلطة الخرسانية حسب الكميات الموجودة بالخلطة التصميمية، فناخذ نموذج عينة ونخليها بفحص اللي هو صار مثل المخلوط راح نشوفه إن شاء الله، ونسوي على مجموعة طبقات، وكل طبقة يتم رصها بمثل الشيش حديد 25 ضربة على كل طبقة، وبعدها الرفع بشكل عمودي. هنا أنا هذا اللي هنا راح يحدد لنا قد مقدار الهطول، قد راح ينزل، يعني قد راح يتغير الشكل المخروطي مالت الكونكريت اللي كان بالقالب الحديد عن الشكل الأصلي، فهذا النزول هو مقدار الهطول. For the same purpose, the second test in order of importance is the VB test, which is more meaningful for mixture with low consistency. بالنسبة للستم تيست طبعا أكثر مفيد في الحالات اللي يكون بها الكونسيستنسي جيدة، يعني مثلا أكو مقدار لا بأس به من الكونسيستنسي اللي هي لدونة الكونكريت أو رطوبة الكونكريت أو قابلية جريان الكونكريت. لما ما نحتاج انه مثلا نريد نعرف قابليه تشغيل الكونكريت لخلطه خرسانيه لو تكون بها الكونسيستنسي كلش قليله، يعني مثلا قلنا هذا النوع من الكونكريت اللي نقدر نستخدمه المساحات المفتوحه، مثلا اساس حصيري مفتوح، فتكون قابليه التشغيل اقل، يعني نحاول قدر الامكان نقلل نسبه الماء، وبنفس الوقت قاعد قللنا نسبه الاسمنت، فراح شويه يشد الكونكريت. فهنا اذا ما نقدر نستخدم السلم تيست راح يبرز لنا بشكل شاد. الطريقه ادق له هي للفي بي تيست، اللي من خلالها نقدر هم نعرف الكونسستنسي اند الكوهيسيفنس. الثيرد تيست حسب تدرج الأهمية is the compacting factor test، اللي هي which attempts to evaluate the compactability or characteristics of a concrete mixture. هذا الفحص يسمونه فحص عامل الرص، اللي يحاول يبين مدى قابلية انضغاط الكونكريت، يعني إيش قد يعني سهولة ضغط الكونكريت داخل القالب مثلا. هذا هم الفحص مهم. وأيضا عندنا الفورث تيست which is the bulk penetration test that is somewhat related to the mechanical work، اللي من خلالها هم راح نقدر نعرف الكونسيستنسي
مال الكونكريت، بحيث كل ما هي مثل نصف كرة وبيها وزن وتنهد مثلا عربانة مال الكونكريت ويهدوها بشكل عمودي عليه، قد ما تخترق الطوبة الخلطة الخرسانية وتكون فتح حفرة أكبر، معناتها الكونسيستنسي تكون أعلى. راح ناقش إن شاء الله خلال السلايدات اللي تجي. فيما يتعلق بالإسلام تيست، فالإسلام تيست إحنا هسه أولا حتى نميز هو شون صاير، فهذا الشكل يوضح خطوات إجراء الإسلام تيست فحص الهطول. فأولا يتم خلط الخلطة الخرسانية، بعدها يتم وضع النموذج داخل هذا المخلوط الخرسان هنا الحديدي، بعدها يتم رفعه بشكل عمودي وينقلب بهذا الشكل، ويتم قياس المسافة من سطح الكون إلى السطح العلوي للكونكريت. عشان تلاحظون هنا الشكل الكونكريت هنا بعد أن تم رفع المخروط، الهطول ما تصار بشكل متجانس، يعني ما صار مثلا منقسم. إذا كان هذا الهطول يعني طبيعة الهطول بهذا الشكل منتظم حيث يكون متجانس من كل الجوانب، وشكل الكونكريت لا زال إنه المكونات مالته متماسكة، فهذا النوع يسمونه الترو سلامب اللي إحنا نريده. If one half of the cone slides down along an inclined plane, it is regarded as a shear سلامب. شير سلامب هو لو كان فرضنا بعد أن نشيل هذا الكون ينقسم الخرسانة، جزء يظل واقف وجزء يطيح بالقاع، هذا النوع يسمونه شير سلامب تيست، وهذا بالنتيجة يعتبر فاشل. فهنا يحتاج نعدل الخصائص الميكانيكية للكونكريت من حيث أنه نعيد النظر بكمية الماء المستخدمة، نعيد النظر بكمية الإسمنت المستخدمة، بحيث ونعيد الخلط من جديد إلى أن حققت نتيجة السلامب يكون ترو سلامب. طبعا هنا there is no problem with the rich mixes، يعني بالنسبة للسلامب تيست يتم استخدامه يعني للخلطات الخرسانية اللي يسموها الريتش ميكسز، اللي هي تكنيكلي غنية بالإسمنت. لأن their slumps are sensitive to variation and workability. لكن لما ما يكون الكونكريت لين بهيك حالة راح يكون a tendency to harshness and a true slump can be easily changed to the sheer type. لما ما يكون الكونكريت لين ميكس هنا راح يصير اكو ميول الى انه الخرسانه تكون هارش، فبالنتيجه قد يسبب عندنا يعني يصير عندنا شير سلامب وبالنتيجه راح يفشل. لذلك هذا النوع من التيست يستخدم بشكل افضل للخرسانات اللي هي الريتش. لذلك this slump test is unreliable for lean mixes، يستخدم غير أنواع من الفحوصات. طبعا هسه كون أنه صعب يتم إجراء هذا الفحص داخل الجامعة، لكن اللي يريد يتعرف على طبيعة كيفية إجراء هذا الفحص، فموجود على اليوتيوب مجموعة من الفيديوهات اللي تناقش هذا الشيء، وكذلك أكو فيديوهات للفحوصات الهندسية اللي يتم إجراءها بالجامعة التكنولوجية. الإخوان مسوي مجموعة من المقاطع الفيديوية تقريبا لغالبية الفحوصات الهندسية اللي مستخدمة بالبناء والإنشاءات. إن شاء الله أخليكم الرابط أنا بالديسكريبشن مات المحاضرة. مثلا هنا عندنا الفحص الهطول، هنا الإخوان يشرحونه بشكل مفصل كيفية إجراءه وشنو خطوات الخلط و كيفية قياس الهطول. فلو تلاحظون الخطوات هنا يبدون بالبداية بمرحلة الخلط وتعريف طبعا أجزاء تعريف أجزاء التجربة، شنو الأجهزة المستخدمة. هذا هو الكون اللي احنا سولفنا عنه، هاي البليت اللي يستخدم كأرضية لإجراء الفحص، هذا الرود اللي يستخدم للحدل طبقات، احنا من الصب الكونكريت ندخل منه، نخلي طبقة أولى ونرصها بهذا الرود 25 مرة، النوب مرة ثانية هنا نخلي طبقة وطبقة أخيرة، والنوب نساوي السطح وبعدها نرفعه بشكل
عمود يسألون، لاحظ هنا تلاحظون الأخوان راح يبدون يكملونه، فيبدون يستخدمون أول شيء نسبة الخلط حسب طبعا تصميم مسبق، هنا بس مجرد لكيفية يعني كيفية إجراء الفحص، لكن إنه طبيعة المكونات إيش قد حصو إيش قد رمل إيش قد إسمنت، هاي إحنا نعرفها بالكورس الثاني. أنا بعد ما كملوا الفحص خلوا ماي وهاي التفاصيل خلطوها، إنه بيجون شوي إحنا الإنترنت عندنا سريع، فطبعاً يدهنون الداخل، يعني يتم دهن داخل القالب لسهولة حتى انسيابية ما الرفعة ما يتشلب بالكونكريت، والأيضاً القاعدة تنظف يتم تثبيتها بهاي الصيغة. طبعاً تو إن شاء الله بالسايت راح يسوون هاي الفحص يعني بشكل كثير إن شاء الله، يعني بعد ما تخرجون تشتغلون إن شاء الله بالمواقع الإنشائية، ويتم ملي مثل ما قاعد تلاحظون على شكل طبقات. أوكي. المهم بعد أن يخلصون أسألوا تلاحظون هو هنا أنا قاعد يرص من رص من الطبقة الأخيرة رصها، إنه بيساويها بالرود وينظف الجوانب حتى إنه بعدها يرفع بشكل تعرفون يشوفها بشكل عمودي. هسه هذا الشكل إحنا قلنا مساء الشير تيس، شير تيس هو كأنما لما ما يكون جافة كلش، بحيث هذا الجزء مثلا جزء من عنده ينهار وجزء يبقى، هذا الشير تيس هذا يعتبر فاشل. الترو سلامب شلون هسه هذا القوام مات الخلطة الخرسانية يحافظ على شكله يكون متماسك، لكن شوي يهبط عن المستوى اللي كان موجود داخل القالب المخروطي. هنا هسه حتى نعرف ايش قد مقدار الهطول، هي ايش قد مقدار نزول السطح هذا الكونكريت عن السطح الاصلي اللي كان داخل، هذا هو مقدار نقارنه حسب القيمة التصميمية، اذا كان ضمن الرينج اذا اوكي يكون ناجح. اوكي بتلاحظ يتم وضع الفيتة هنا بمعدل على قمة، فهذا هذا هذا فحص السلامب. طبعا اذا تريدون تشوفون باقي الفحوصات مثلا اكو فحوصات الفي بي تيست، واجد اكو فحوصات موجوده خلال هذا المنصه مالت الفيديوهات الخاصه للجامعه التكنولوجيه، بس ان شاء الله راح لما ما نناقش موضوع الفي بي تيست هم راح نطلع في الجواب هاي الفيديوهات. فالمقطع او التيست الاخر اللي هو الفي بي تيست، فهنا the time required for the concrete cone to shorten and change from the conical to a cylindrical shape until the disc on the top is completely covered with concrete is the index of workability and is reported as the number of VB seconds. هنا بدل ما نقيسه كنا هناك بالسنتيمتر هنا نقيسه بالثواني، اوكي VB seconds، فاللي هو تقريبا يشبه الفحص الهطول السابق بالكون، لكن الكون هنا راح يتخلى بجهاز رجاج ويتم تشغيل الرجاج، فإلى أن الرجاج المخروط الخرساني يتحول من شكل مخروط إلى أن يصير شكله أسطواني، من ذلك فقط يتم توقيف الساعة وحساب قد الثواني اللي استغرقها عملية تحول المخروط الخرساني من مخروط إلى أسطواني. فذا في بي تيست is a good laboratory test which particularly for very dry mixes. فمثل ما قلنا احنا الخلطة الخرسانية الناشفة ما يفيد نستخدم بها السلام تيست، اللي راح يكون عادة شير ويفشل، فيفضل انه نستخدم نوع اخر لي مثل في بي تيست. اوكي في بي تيست also has additional advantage that is the treatment of concrete during the test is
comparatively closely related to the method of placing in practice. And moreover, the cohesiveness of company can be easily distinguished by VB tests through the observation of distribution and course aggregate after vibration. طبعا هذه الملاحظات حتى نعرف انه بشكل واضح حتى لازم نشوف طبيعة التست. هنا انه يعني الخلاصة انه الآلية او طبيعة التعامل او اجراء هذا الفحصية تكون مقاربة لطبيعة التعامل مع الكونكريت بالحقل. من حيث وضع القالب، من حيث الرأس مالته، كذلك حتى نعرف انه الكونكريت راح يكون قابلية الكوهيسيفنس مالته جيدة او لا، اللي هي قابلية تماسك جزيئات الكونكريت تجذر، اللي هي الحصى والرمل والسمنت قطعة واحدة ومتجانسة بشكل جيد. فهذا البي بي تيست راح يخلينا نباوع ورا ما نخلص الفحص، نقدر نشيل الاسطوانة الشفافة ونباوع هل انه الحصى لازال متماسك منتشر بشكل متجانس ام نزل لجوا وصعد الرمل والحصو والاسمنت. اوكي، فخلي نشوف هذا الفحص بشكل عملي. فعندنا البي بي تيست، هذا البي بي تيست. اوكي، تقدرون تالي تطلعون عليه بشكل كامل. فهنا هو لو تلاحظون هذا هو الجهاز، فهذا رجاج، هذه هي الاسطوانه، هذا القبق الشفاف. اوكي، وراح شنو راح يصير هنا؟ راح يتم خلط نفس الخلطه خرساني، نفس الاسلوب اللي سويناه بالسلام تيست، لكن هنا راح نخليه ورا ما نخليه داخل هذا الاسطوانه. لو تلاحظون نجيب الكون، خلينا طبعا هذا الكون ما راح يصير باليدات الجانبية اللي ما راح يقدر يدخل، ففقط الكون يتم تنظيفه ودهنه من الداخل ووضع هذا القمع عليه حتى يتم وضع الخرسانة داخله، ويتم أصل أهم الرص على شكل ثلاث طبقات، كل طبقة 25، نفس الأسلوب exactly the same as we did in the slump test. بعدها وقت ما أنه يوصل إلى المستوى المطلوب هي طبعا هنا انا نسيت اشرحها بشكل تفصيلي، لكن هسه صوتنا ما سمعونه. بعد ان وصلنا لهذه المرحله هسه نفر هذا ونشيل، نساوي السطح طبعا ويشيلون المخروط اهم بشكل عمودي. هسه انه ويا ما باللحظه اللي يشغلون بها الهزاز يشغلون الساعه، تلاحظون ويا ما يشغل هذا تبدي هذا المخروط ينزل، فلحين انه لو تلاحظون هذا الطبق الشفاف يبدي يتلامس مع كل السطح مالته، فلما ما يتلامس مع كل السطح الشفاف بعدها نطفي ونطفي الساعه. الوقت اللازم من تحول المخروط المخروط الكونكريتي الى هاي الصيغه هو هذا يسمونه الفي بي تيست. اوكي، ايضا طبعا من نصمم الخلطات الخرسانيه هم اكو نوعين من الهطول، يا اما نوع اللي هو بالسنتيمتر او بالسكندز. هم لا ان شاء الله تلاحظون اثناء التصميم الخرسانه بالكورس الثاني. اوكي، هذا الفي في تيست. ان شاء الله بالمقطع الاخر راح نناقش بقيه الانواع.